اعطونا سبيكر يا بابا ولا منيب، قصدي منيب. انا اتاخر بس اول شيء كل شرف والله بوجود تاج راس يا ابوي. اي والله اقسم بالله، وعلى ما قال عندنا فقره بنقدمها لكم ان شاء الله الحين. طريقه الفقره كل واحد يختار ورقه من هنا اللي تطلع له فيه شو اسمه سحب، اللي يطلع عليه يشوف وش شو اسمه الدور اللي يسويه، وفيها اسئله. فانا ببدا بعبد الله شليهي، اختاروا انت منها. اي مضبوط، سؤال اسرع. هذه طلع رقم 9، والسؤال رقم 9 يقول اذكر اسم البحر الذي يفصل بين تركيا واليونان. سهل. اجاوب انا. عند عبد الله. السلام عليكم. لك لبي. هلا هلا بك. كيف الحال؟ ساك طيب؟ الله يفيك. شرني عنك؟ كيف حالك؟ سلامة الاسواق. سلمك عبد الله. مرحبا ومسهلا. كيف الحال؟ الله يعافيك. ساك طيب؟ الله يعافيك شكرا. لا تهش بتهش. البحر يفصل بين تركيا واليونان؟ نعم. البحر الاسود؟ لا غلط. او محيط الاطلسي؟ بحر ايجي اسمه. يا سلام. ما هم جايبه. استرح. تعال يا سعد. لا رقم واحد. انت رقم واحد اصلا. الله يرحم ابوك. يقول ما هو مكان اصغر عظمه في جسد الانسان؟ وجه الله. ايه اجاوب. اغششه؟ لا اغششه. اسلم هو. اسلم يا سعد. يذمك كان صادق والله. لبقس كذا. خليه. خليه وش؟ صلى على النبي. صلى على النبي. انا بسوي حاجه ان شاء الله ما يردني بوضح بك. كنا سعد هو اللي بيجاوب عني. اسلم ابو. هلا جاوب عني كانك سعد. اسلم. شوف يا ابو ربك تستحي من ابوك تكفى تفوز. ليش ايش ابو نعم رضا اظنها. شحمة الاذن منطقه الاذن المستع في منطقه. سلامتك. وش الجواب يا ابو؟ الجواب منطقة الإذن الوسطى. يا سلام عليك. ما أنا بسيطة. ما أنا بسيطة. أنا أعرف هالأساس. قبل أقولها. أصغر عظمة في جسد الإنسان في منطقة الإذن الوسطى. نعم. هدني هدني. تعال عبد الله. أجلس أجلس. هدايا تجيتها. اللقاء فاتح. أبشر والله بس عاد يا ما الحي. يقول اختيار شيله وشلها. جاك مهنا ما سمعت. نعم الحمد لله. علي اشهد الله ما يوصف هواك شعور تعدى غلاك حدود ادراك الانساني يقولون لا بد زب الغرام يدور وانا مستحيل احب لي واحد ثاني. سلامتكم. اعذر منك صوت تعبان شوي. جعل ربي يطول في عمرك. تفضل يا ريا. الله يعذرك كلها. يا لبى قلبك والله. انا بخلي ابو خالد يسحب. ما اقدر. يلا حبسك. يا سلام. جت لك علامات من مذيع نشره جويه. جاك مهنا عامل من؟ اي والله بس لازم يعطينا نشره جويه. ما قال خبر تقني. اكون هنا ولا بكون هنا افضل؟ خليك ابو خالد. مطر على تربه. ايوه بعدين حول الشيل على
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا أعزائي المشاهدين من جميع أنحاء المملكة لهذه الليلة. مطرنا وبحفظ الله في خريطة المملكة من الشمال هنالك حائل التي يتبعها الجمال ويتبعها الكرم، أهل الكرم والله ونعم. وانطلقت السحابة الغيماء التي تعبر المناطق جميع المناطق المملكة وأتت إلى محافظة تروبة وهلت بالأمطار هنالك، وانتقلت السيول من وادي تروبة إلى أن وصل إلى وادي بيشة تحديدا بمنطقة ترج وانحدر إلى الحفياء في العرضيات إلى الأمطار والسيول. اسمحوا لي لازم الحفياء موجودة. ومن بعد ذلك هطرت أمطار غزيرة ما شاء الله تبارك الرحمن في الباطن، ولكن هنالك غريق أو منقذ اللي هو بهاج الأكلوبي أربعة يدور منين كتب محمد. السؤال رقم 4 يا ابو الحين يقول اين تقع جزر لانجر هان؟ انا جسر اصبر لانجر هانز يوه لانجر هانز ترى ذكى هي ذكى بجسم الانسان هي وشني بجسم الانسان هي وشني يقول جزر اين تقع جزر لانجر هانز كلب ولا عرف البنكرياس يا سلام عاش ورحيل شغل مخك تنجح بس والله ما غششوني يا حمد ايش اللي تغششون لا تسعد ضاحي خلوا اخذتها بيميني انا كفو يا شيخ رقم 10 السؤال رقم 10 يقول ما هي اكبر صحراء في العالم شباب 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 الربع الخالي في المملكة العربية لا صحراء الجزائر لا الصحراء الكبرى إيه الصحراء الكبرى صحراء أنت شي أنتار كيتاكا كيتاكا أنتار كيتاكا أنا أسمع عجزة العرض ولا في ليبيا بسام تعال أنت أدقق بالحال هذا ما يصهر علي الله يكفينا عجنت عجل الله يكفينا الشر أي لا ما عليك 12 السؤال يلا ان شاء الله السؤال ان شاء الله يلا بسم الله السؤال 12 يقول من اكثر الانبياء ذكرا في القران الكريم محمد ثبت نوح لا غلط موسى عليه السلام ذكره 236 مرة تعال أبو هادي لا تغششني لا تغششني زين لا ما يحتاج تغشش أبو هادي ما يحتاج تغشش ما أبي أحد يعلمني نمبر 2 يا روح نمبر 2 نمبر 2 يقول ما هو عدد العظام المتواجد في جسد الإنسان؟ 64 ضلع 64 عظمة لا وين؟ وأكثر 120 120 أقل أقل كم أنت قلت؟ 64 لا أكثر أكثر 66 أكثر 90 أكثر 100 أكثر 160 أكثر 200 إيه 220 لا أنقص شوي 15 أنقص 10 أنقص 9 8 5 سبعة ستة كل اي صح هيك 206 ما بغيت تجي 206 هسه با يلا يلا نواف ولا سياف تكفى يا ابو حمد ها يا سلام هذا اللي نبيها اختر شخصية وقلده اسهل واحد ترى رجع يوه خلاص
هو خايف على الرجال هذا. طيب وضع ما عليك هاي. اصبر. لا تقول اسمه. ما يقول اسمه. لا. ما بي حبايب هالكفر. حبيبي الدنيا حبيب. انا عارف اللي ضاحي. صار اسبوع مسكين محتوى. صايد ليه ليه؟ نواف تعال يا نواف. حياك الله. الله يهديك. ستة. رقم ستة. ستة. ما هو أقوى أنواع الحجارة؟ ما هو أقوى أنواع وش؟ الحجارة. الحجارة الجمرد. الماس. صح. الماس. بطل يا أبو. الله يا نواف. ناجح هذا شيء. تعال أبو سالم. نمبر 3 3 طيب يا عيال قلب انجليزي. ما هو اسم الحيوان الذي لا يلد ولا يبيض؟ حيوان لا يلد ولا يبيض. ايه هذا مصيبي. لا لا هذا ايش اسمه سكيب. بعطيك شيله وشله يلا. هاي فزعة من عندك. هاي فزعة هذه. كم والله هاي فزعة. الله يعزك. وش 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 الشيء؟ قل شيلة وشيلة. ها؟ قل شيلة وشيلة حبة. طربية ولا حزينة؟ شيلة شيلة. العيد العيد. ها؟ العيد العيد. العيد. كلني عايد حبيبه وانا حبيبي بعيدي يا ليتني من قريبه وخلي كلني عايد حبيبه وانا حبيبي بعيدي يا ليتني من قريبه كلني عايد حبيبه وانا حبيبي بعيدي يا ليتني من قريبه وخلي العيد عيدين وخلي العيد عيدين. ايش يا ابو وسام؟ تعال يا خالد. يا لبيك قوي الله عليك. هذا الصوت ما شاء الله عليك. رقم 5. رقم 5. ما هي الجامعة التي لا يوجد فيها بها طلاب؟ كيف؟ ما بها طلاب، جامعة ما بها طلاب. جامعة ما فيها طلاب؟ نعم. الجامعة الإلكترونية؟ نعم. أجاوب أنا يا ضاحي. جاوب يا سلطان. ضاحي طالب طالب خليجي. جامعة الدول العربية. صح. يا سلام. يا سلام. تعال يا أبو عابد. خلصت حماد. ما في نقاط. علي هذا الراضي راعي ها؟ اصبر اصبر. ما هي السورة التي بدأت بالحمد؟ الفاتحة. لا ما هي بس الفاتحة، أكثر من سورة. أنت قلت السورة واحدة. لا الصور، أنا قلت الصور. لا قلت السورة واحدة. ما هي الصور؟ يلا. ما قال الصورة صورة من الصورة خلاص 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 من بقى؟ ثامر 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 ما اختلف. يلا مشعل مشعل ما عليك الأمور سهلت زهلنا. وين أبو محمد؟ مبروك مبروك يا بعد اسرح خلاص ما ولا سؤال ولا شيء ما شاء الله. السؤال السابع. ما هو الكائن الذي قلبه في رأسه؟ خسوي. ممكن أجاوب؟ أنا ما أدري وش هو. ممكن أجاوب؟ والله أول مرة أسمع أبو. دقيقة دقيقة. يقول وش الشيء اللي قلبه في راسه؟ ما عليه نقاط؟ ايه ما عليه نقاط. خل دامي يجاوب الحين. والله ما عندي جواب ابد. والله ما في. وش يا سلطان؟
لا جاوب يلا. انا اتوقع يمكن اتوقع انها الدوب. لا يقول الجمبري، ما ادري وش الجمبري. الجمبري الجمبري الربيان. الربيان الربيان. وليه ما يقول عد الربيان؟ هو جمبري اسمه، هو الجمبري كذا. استاذنا استاذنا يا اخي، عوض عوض. انا بجاوب عن بهاج. بهاج 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 مو موجوده. اشوف اشوف انت ما تقول عليك بهاج. بهاج موجود. قم قمته قم بهاج. قم اعطى رقم سبعه. سبعه سبعه مش وين اجيب او لا لا ما جاء. انا اخذ هل هو سبعه؟ ثمانية ثمانية هذا. ما هو الكائن الذي له ثلاث قلوب؟ أجاوب عنه؟ لا أجاوب. تسد يا أبو. صح عليك. بيض الله وجيهكم. أما هذول بيقدمهن إن شاء الله أبوي لكم كلكم. وفيه على ما قال أهداء خاص يبي يقدمه أبوي لأخوي الغالي سلطان الهميل. اهل الطيب. الله يخليك. هذه ابيات من ابوي. الله يطول عمرك. نقول اكله يبا. هذه والله عشان الوقت نوقف مع ابو هادي. الله يطول عمرك. الله يقلبي والله عليك. وكل اخوياك والله ما قصروا كلها. صل حدا اللي بمسك لك الدرع. يستاهل ابو. الله يطول عمرك ويبيض وجهك. الابيات انا مشكله ما اشوفها الكتابه الحين. ولكن شمري نكتب الشعر المحال. نعم. وتنومس برجال الطيبين لو بعيد الناس يا جالي مجال ما نخف فعل دربين اليمين مثل سلطان الهميلي يا رجال. مثل سلطان الهميلي يا رجال بقميين بالشدايد مايلين وقفته مع الخوي مضرب مثال حي والله راس من فعله يبين. يا بعد تستاهل تستاهل يا بعد. يطول عماركم والله ما يفرح الربع. والله ثم الله ثم الله والله فعلا ان الوقفه ما هي وقفتي، وقفه الرجال ذولي كل والله كفو. ايوه ابو هادي علومه معنا ما هي بحقها وقفه واحده ولا وقفتين وانهم يتسابقون كلهم يتسابقون. وانا من اقلهم انا والله ولا يشوش بالفعل الطيب الا الطيب راس. والله اني اقول صادق من طيبكم هذا والله. واللي حلل النعمه ما في رجال من ذولي ما يحب ضاحي المحبه الواجب دون يتحدى. الله يخليك يا بعد. وابشر بسعادك. الله يطول عمرك. شرفتوني زدتوني. الله يخليك. تعال عبد الله. تعال والله طيب عليك من زين. فك كذا بدون اسمع. اي احسن كذا تفك ولا كيف تفك؟ اوزع على كذا. خل خل بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. هذه على ما قام هي شيء ساعات هدايا بسيطه بس على وقفتكم على تعاونكم على الله لا يهينك. جزاكم الله خير. يعلكم يعلكم تسلمون. يا لك تسلم يا بعد حي والله. هذا عم قال يا بعد حي انت الله يهينك على قدرك. مسموح لنا احنا عم قال يا بعد حط انا اقول ان شاء الله يا بعد حي تسلم. بيض الله وجهك يا ابو هادي. يا بعد حي الله لا يبارك فيك يا بعد حي. هي ما هي شيء. هي ما هي شيء والله. والله ما توجتوا هي شيء هذا يا بعد تكريم حضورك اليوم. ما هي شيء والله. انا اقول صادق بس لمسات على ما قال بسيطه. بيض وجهك. هلا ابشر بس هاي يا بعد حي على التسلم. والله ما هي شيء. الله لا يبارك. بيض وجهك. اسمحوا اسمحوا لنا احنا على ما قال ترى كمال وجمال. اللهم انها عينات. يا لك تسلم. يا لك تسلم. ما يهينك ان شاء الله. يا لك تسلم. خلاص من يقول يا بعد. طيب خلاص يا ابو خالد انتهيت. والله انا ابني اليوم ما عندي شباب شباب الا ثوبين كبر ولا في كبر. يا بعد حي والله تستاهلون ولا هي شيء. واسمحوا لنا طيب. انتم تستاهلون اكثر من كذا. ولكن والله هذه حاجه رمزيه بس كذا عشان جعل خيرك واجد. جعل بطول عمرك. كل واحد منا كل واحد منا له كلمات شكر وعرفان. لكن بنلخصها لكم وبيلغيها عنا سلطان. قوم لعلكم تسلمون.
خالد انت كرمتنا اليوم لقضيم حضورك معنا يا بعد والله اني اقول صالح انا والله اللي تشرف والله ثم والله ان اخوياي يقدموني والله في رؤوسهم من الطيب والمعرفه والعرف اللي اطيب مني والله اني اقول صادق نعم كلكم اول شيء مرحبا بك ترحيب المطر قدموا لك عشاء بسيط له بحقك حقك والله من عيال البل والله اني اقول صادق والله انه من عيال البل لكن البرنامج واموره وانت خابر الامور كلها نعوضك وتعوضنا الله يبيض وجهك والله يحييك منه الى ما لا مدى والله يحييك في جيتك وفي وصولك وحتى لو رحت والله نرحب ونرحب بطريق بيض الله وجهك والله يقدرنا على رد بعض وفاك وحضورك الله يطول عمرك احنا ما سوينا شيء احنا سوينا الواجب ما سوينا شيء الله يجزاك الله خير شفنا هذا ياك الليله حديثك واصلتنا من بداية البرنامج يا سلام حديثك ذا المزيون الله والله العظيم انها اغلى هدية هذا وهو بدونا وكان ما هم سوي والله العظيم انها اغلى هدية صفقة البهاء لا واحد لا ما قال الله لا يهينك ارفع قدك ويعزكم ان شاء الله يا علكم تسلموا الحب ارمنا عال المغزل العين يا حسين يا لا 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 واقطع لها من ردن ثوبك ليانه يا لا 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 وانشلتها يا حسين ترمى باشين يا لا 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 حيث الخوي يا حسين مثل الامانه يا لا 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 ما يستشك يا حسين كدار الدين يا لا 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 ولا ترى طيب وسيع نبطانه يا لا 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 ما يستشك يا حسين كدار الدين يا لا 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 ولا ترى طيب وسعين بطانه يا لا 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 يا كل فوق كل فوق صورة جماعية صورة جماعية في مقطع أنا نسيت في مقطع مقدمينه في مقطع مقدمينه الإعداد المونتاج تفضل ابدأ عنايتكم البعض الوصايا مدام حب الخير فينا عبادة وصف العلاقة عقد بين البرايا الله جعل منه احتكام العبادة الله جعل منه احتكام العبادة مكتوب والمكتوب يشرح مراده ومن لا كتب عقد مدوز زوايا ما لو عليه اهل الجشع والقراده ما لو عليه اهل الجشع والقراده يا لهي يا لهي الله يبيض وجهك الله يبيض وجه فريق الدعم قبل الصورة قبل الصورة قبل الصورة بطلب من أبوي أبيات أبي درب المراجل يبو المسجد الحفظ ما حفظنا يقول درب المراجل صعب واحذر تخليه أحذرك لا تضرب طريق انت وهم ترى الرجل عزمه وصبره يهقويه لا تأخذ العلم الردي ثم تندم والراس خله مرتفع لا توطيه شف الطويلة ورقها لا تلعثم ترى الفتى ما في شيء يحليه إلا فعوله بين الأجواد ترسم العمر فاني لكن الفعل يحييه كم راح من طيب وفعله مرقم كل الرجال الطيبة تقتدي فيه يبقى على طول الزمن ما تحطم والضيف لا تكفي والجار حقه لازم إنك توديه
امسك وصات المصطفى لا توثم، لا بد من يوم وتبعد مفاليه وتبقى فعولك في صميمة الزحم، والضيف لا تقفي عنه لا تخليه، قدم له اللي بين يديك والم قولة هلا بالضيف يلا تحييه، أخير من تقديم بعض الولايم، يا صار ما وجهك بشوش يسليه وسوالف من أسمعه تبعد الهم، لو كل ما عندك تحطه وتعطيه عندك تقدم له طعام المسمم، والله الصخي كل يحبه ويغليه يشوش يا جاهل مسير تبسم، هذا هو الطيب وهذه مواريه، يقوم للضيفان بالليل الأظلم ولا الردي تكرمون ولا الردي يا شين فعله وطاريه، يا جاه عاني قام عنه وتلطم، أبعد عنه لا تقربه لا تمشيه، تراه ما ينفعك وتلوازم دايم عن الطولات تقصر موانيه، تلقاه دايم بالمدار يمسلهم، لا فكر بسمعه ولا خاف باريه، خسارة مذبوح على تميم. سلام يا سلام صورة جماعية يا باب عطونا شيلة كل واحد ياخذ بعد ما شاشة الواتو يا بعد حي عليكم تسلمون والله نوسعد الليالي الليلة والله اللي مرحبا والله اي والله والله الشعر يا بعد يا بعد حي ما عليكم زود ما عليكم زود والله تعال راحة توجيهات براحته والله ونعم والله ونعم اهلي مرحبا انا وين انا وين شفنا ثري ثاني ثاني الله شيلة يا بعد حي ما سلطة ما إن شاء الله إن شاء الله وإن شاء الله تموت يا سلام